أولاً نرحب بالجميع وشكراً فعلاً على قبولكم الدعوة. هذا يبدو لي شيء غير تقليدي، يعني أن تتبنى وزارة المالية ديوانية معرفة، بل وتبدأها كذلك بعنوان سلسلة الكتل. So in order to put all these things together to create this decentralized system, he says I need something to store all of that, to store the tokens, to store the governance model, the rules of engagement, everything within that open door. And for that, only for that piece, a public blockchain it is using the so-called blockchain. اليوم ما بين النظرية والتطبيق المسافة جداً واسعة، التقنيات الناشئة دائماً تفاجئنا بالجديد، ولكن هل إحنا جاهزين لها؟ لما اليوم نتكلم على اللاندسكيب الوطني، الأنظمة اللي اليوم موجودة في المملكة العربية السعودية، تقنية البلوكتشين هي تقنية ممكنة الحصول على بيانات بشكل أكثر وثائقية واعتمادية. الخطة وش التوقعات الحقيقة اللي ممكن تقدمها المؤسسة للتعاملات المالية؟ فعلاً المؤسسة رحلتها في التقنية طويلة، بدأت من الثمانينات، سواء في أنظمتها الداخلية والأتمتة الداخلية أو الأنظمة اللي تخدم السوق. مصطلح التحول الرقمي هو في الأساس أنه التقنية تتطور بشكل سريع جداً، أنه نماذج الأعمال لا تستطيع مواكبتها، وبالتالي وجدت فجوة، التحول الرقمي هو لسد هذه الفجوة. البلوكتشين خاصة في مجال البي تو بي له مجال أكبر بكثير من استخدام البلوكتشين للجمهور وطرحه للجمهور بدون قدر كافي من التنظيمات وبدون شفافية كاملة. بداية جيدة لمواضيع تطرح في الوقت الحاضر مفيدة للجميع. تقنية مهمة اليوم اللي تحدثوا عنها تقنية بلوكتشين أو سلاسل الكتل. نسمع أيضا تجارب الجهات الأخرى سواء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كيفية الاستفادة من هذه التقنية، وكيف إحنا نقدر أيضا نفكر في كيف تطبيق هذه التقنية بشكل أوسع. تقنية البلوكتشين يعني ستغير كثير من الأعمال عندنا، نماذج العمل حيكون في إقبال كبير على هذا النوع من كل الجهات. استمعنا عن تقنية البلوكتشين ومدى استخدامها في كثير من التجارب المحلية. طبعاً كان لنا نحن في المديرية العامة للسجون مشاركة في هذه الديوانية. التقنية الناشئة واللي يعني نتوقع أنها تكون هي الترند القادم لمستقبل الأعمال وتبادل المعلومات في بيئة آمنة وموثوقة. لقاء مثري جدا، وخاصة في موضوع هات توبك يعتبر الوقت الحاضر فيما يخص البلوكتشين. I do believe that this kind of events are really important for keeping the inclusions of countries in the world economy that we are seeing. أولا أقدم شكري للزملاء في وكالة التواصل على هذه الديوانية. حقيقة الديوانية هذا مكسب كبير جدا لوزارة المالية وللقطاع المالي بشكل عام. هذه طبعا أول نسخة من ديوانية المعرفة، والجميل فيها أنها بدأت بموضوع يعني لا زال الحديث عنه متعدد، والآراء فيه لا زالت لم تستقر. فأشكر الحقيقة وزارة المالية أنها كانت جريئة من خلال الزملاء في التواصل يتبنوا هذا الموضوع.